مهندس خدمت 3 سنين من الاول في الثمانينات عند الكاتيل في ريشيرش ديفلوبمون، من بعد عامين في بي ام، ومن 89 بديت الشركه الاولى تيليز، الشركه الثانيه فالوريس، الشركه الثانيه هذه تالون عندها 20 سنه، الشركه هذه الثالثه معناها la plus belle expérience, la plus réussie, خاطر عملنا une capitalisation على اللي عملناه بالباهي واللي عملناه بالخايب في تجربتين اللي قبلهم. وتوا تبارك الله عندنا un peu plus de 5000 consultants, 5000 مهندس يخدموا في العالم النجمة، منهم 650 في تونس. احنا بدينا تو عندنا 12 سنة، ما نكذبش عليك، بعد 6 شهور وقلت انا برشا مرات قلت السي بيجي الله يرحمه كان رئيس الجمهورية، قلت السي بيجي انا بعد 6 شهور وكان ما يجيش تونسي الشركة راني سكرتها، خاطر لي ريفلكس في تونس سون با لي بون، اما ما كنتش نجم نسكرها خاطر سوغيتي ان ايشيك بيرسونيل، دونك خممت كيفاش نجموا معناها نعلموا التوانسه يخدموا على مود اوروبيان. وتوا بعد 12 سنه سي لا بلو بيل ريوسيت دو جروب، معناها سي اون اورلوج. عملنا البروميير باتيمون، عملنا الدوزيام باتيمون، فوق من 650 مهندس الوقت الحاضر، نحبوا نفوتوا ال 1000 العام الجاي، نحبوا نفوتوا ال 1500 مهندس في تونس ان شاء الله في 2024 ولا 25. بيان سور باش نزيد نستثمر في تونس، خاطر اولا بلادي، وثانيا معناها المهندس اللي في تونس سي دي سي دي سي دي سي دي انجينيور دو تري او نيفو دو تري بون كاليتي. Les universités de Hamna Zeda Fitoun, c'est des universités de très bonne qualité. والله برشا عباد قالوا لي توا فكرت هونس، مش توا فكرت هونس، هونس لا بروميير فوا اللي قابلتها 2011. وقتها برتون لانوي مير دو باريس وصاحبي كلمني قال لي هادي اجا وعندك اون تونيزيان في الفينال وماذا بيا تحضر وربحت، وعطيت لها التروفي نتاعها. باش بو صفاره ديريكتور جينيرال نتاع تالون تونيزي عام ناول يجي كلمني قال لي ماذا بيا نعملوا سبونسورينغ نتاع 11 جابر، قال لي خاطر 11 جابر نواره وتنور والانسبير انورميمون، وانا قبلتها elle va inspirer معناها tous les ingénieurs. قلت له وي، وقال لي عندها un projet très ambitieux aussi ambitieux que talent. قلت له قال لي elle est au 30 ولا 35e mondial، تحب تدخل في التوب 5 وتحب تربح un grand chelem. C'est très ambitieux. قال لي وي، قال لي toi تشوف و je suis sûr qu'elle va le faire. Et bien c'est ce qu'on a fait comme pari à Kirita في الانترينمون، كيليتا كيفاش تخدم وكيليتا كيفاش تترينا وكيفاش شادة، يافي با دو دوت، يافي با دو دوت. و سي اون تري تري غراند فيرتي معناها داتر بارتنير نتاع 11 جابر، اي سي اون دوبل فيرتي خاطر احنا نحكيو برشا على 11 جابر مي ناسين اللي ليكيب نتاعها الكل تونسية. الوغ افكتيمون عندها ان كوتش psychologique les mérites tunisiens, mais le cœur de l'équipe 100% tunisienne remercie infiniment au sujet à dette Moussan Harfi Talan. C'est une personne magnifique. C'est une belle reconnaissance. L'entreprise interne, c'est une entreprise humaine. Les hommes et les femmes اللي يخدموا فينا، اللي يمثلونا، اللي ينورونا في وسط الشركه، اللي ينورونا عند الكليونات نتاعنا، و avoir cette reconnaissance معناها c'est un grand honneur، وخاصة معناها c'est une vraie reconnaissance dans la mesure où talent est entre guillemets l'entreprise la plus petite. معناها في المؤسسات اللي قدامنا c'est des multinationales géantes pour le Metinelf moi je suis il خدم فيهم وجينا قدام اورانج صاحبي Stéphane Richard. Donc oui, c'était une belle reconnaissance, une belle reconnaissance collective.
عندي دوبل ناسيوناليتي وعمري ما حسبت روحي اشتر اشتر ديما حسبت روحي 100% فرنسي و100% تونسي وهذه معناها قوه قوه معناها تزيد تزيد البلدانين الاثنين وكي في 2011 بعد الثوره سي محمد الغنوشي كلمني وقال لي بلادك تحتاج لك معناها انا سايبت الدنيا الكل وجيت خدمت بلادي هذا السيد رئيس الجمهوريه جديد في تونس معنا ما يشرفش كي ياخذ قرار كي هكا ويحمل مسؤوليات ويدبر راسه احنا ما حاشناش بيه باش نخدموا بلادنا وما حاشناش باش يتشرف بينا ولا لا البلاد ماشي نتاعو نتاعنا وبجنسيه ولا اثنين باش نخدموها ونحبوها ونحاولوا نخرجوها من الازمه كلنا توانسه واحنا الباهي فينا في تونس سي جوستومون لا ديفيرسيتي معناها التاريخ نتاع بلادنا التاريخ نتاع ديفيرسيتي تونس نتاعنا بلادنا مفتوحه معناها جاوها الفينيقيين جاوها الرومانيين جاوها البيزنطيين جاوها الاتراك الفرنسي ستلين المالتي انا هذيك هي معناها ثورتنا معناها سي لا ديفيرسيتي سي لا ديفيرونس انا معناها وكان ناخذ من ناخذ راي كان اللي شبه لي باش نربح منه معناها كيفاش باش نثقف كيفاش باش نطور وكان منخلط كان اللي كيفي معناها هذه ربي هديه اما رساله احنا دوبل ناسيوناليتي ماش سايبين بلادنا ديما نخدموها وديما ان شاء الله نوروها الاقسام بعمره ما باهي قال لي الشعب يختار التونسي بلاده ديما في قلبه التوانسة اللي نعرضهم زاده في الشوارع هوني في باريس كلهم معناها قلوبهم على تونس وكلهم معناها يخموا على البلاد وكلهم ماذا بيهم يشوفوا كيفاش ينجموا يعاونوا بلادنا كنا نقولوا باش تعاون بلادك ولا باش تخدم بلادك يلزمك تروح وتبدا في البلاد توا لا سي فيني لو مون دي موند معناها تنجم تعاون بلادك وتخدم بلادك في اي اي اي, أي بلاصه الحاجه الوحيده اللي لازم معناها ديما تخم عليها معناها كي عندك مشروع ديما تشوف وكان تنجم تكونه في تونس كي 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 تقوم بمبادره ديما تشوف وكان تنجم تعملها في تونس يلزم رؤية والرؤية مش موجودة الوقت الحاضر يلزم رؤية شاملة معناها مش على شهرين ولا على 6 شهور يلزم على الأقل 15 سنين باش كل واحد يعرف روحه وين نحبوا نهزوا البلاد باش كل واحد يعرف روحه وين باش يستثمر هذه حاجة الأولى حاجة ثانية لازم نعملوا على أولادنا معناها هذا باش نخموا نجيبوا أجنبيين باش يستثمروا في بلاد ولاد البلاد ما همش يستثمروا فيها ما تصيرش ومعروفين التوانسة اللي نجموا يستثمروا دونك لازمك ساعة دور لهم ليهم هما وتشوفهم هما كيفاش ينجموا يستثمروا على الأقل لا بروميير كوش بروميير كوش لازمها تبدا تونسية من بعد الأجنبيين باش يجيو أنا ما فماش واحد أجنبي باش يجي يحط أورو ولا دولار في بلاد ولاد البلاد ناكرينها